متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذه الليلة ونهار يوم غد. تبقى فرص الأمطار هذه الليلة بشكل محدود في الأجزاء الشرقية من حائل والشمالية الشرقية من القصيم على شكل زخات محلية من الأمطار. بالنسبة لنهار يوم غد يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحارة في المناطق الوسطى والشرقية، كما وتبقى وتتهيأ فرص الأمطار بمشيئة الله تعالى فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتشمل أيضا مرتفعات مكة والطائف، كما تمتد بعض فرص الأمطار إلى مرتفعات المدينة المنورة. هذه الليلة يتوقع أن تكون الطقس في الرياض مستقرا مع ظهور لبعض الغيوم المتفرقة، درجة حرارة الصغرى 12 درجة مئوية. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء. نبدأها شمالا من سكاكا 21-12، تبوك 23-12، وفي عرار من 18-8 درجات مئوية. المناطق الغربية في جدة 34-21، في المدينة المنورة 29-18، مكة المكرمة 33-21، وفي الطائف من 24-13 درجة مئوية مع فرص الأمطار في كل من مكة والطائف. المناطق الجنوبية الغربية مرتفعات جنوب غرب المملكة يتوقع أن تزداد بها فرص الأمطار ليوم غد، تكون في الباحة من 19-11، في أبها 21-11، وفي جازان من 30 درجة مئوية. في ساعات النهار يوم غد تهبط الصغرى إلى 26 درجة مئوية. أما في الإحساء في شرق المملكة تكون من 22-10 درجات، في الدمام من 22-12، وفي حفر الباطن من 18-11 درجة مئوية. ختاما في المنطقة الوسطى في الرياض 22-12، بريدة من 22-14، وفي حائل من 22-12 درجة مئوية. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.